عندما نقرأ سورة الفاتحة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كلها يعني أسماء وأوصاف لله تبارك وتعالى. الحمد لله، أي كل الحمد كائن لله سبحانه وتعالى. من هو الله؟ قال هو رب العالمين. والرب من أعظم أسماء الله تبارك وتعالى. الرحمن وهو ثاني اسم بعد اسم الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وإلهكم لا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فاسم الرحمن يأتي مباشرة بعد اسم الله في الفضل والمكانة والتقدم على بقية أسماء الله تبارك وتعالى. الرحيم، مالك يوم الدين. فالكلام كله عن الله، ثم بعد ذلك حق الله، إياك نعبد إياك نستعين اهدينا الصراط. الآن جاء الطلب، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصف ثناء ونصف طلب. الأول الثناء، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم اعتراف إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يأتي الطلب، وهذا لعبدي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بهذا عظمت هذه السورة وشرفت هذه السورة وتقدمت على جميع سور القرآن الكريم.